في خلافة عثمان جاءت قافلة عبد الرحمن بن عوف، قافلة يعني مئات من الإبل المحملة بالبضائع أطعمة. فتجمع التجار، عائشة كانت قد أخذ بصرها، المدينة ارتجت من أثر الإبل وهي تمشي. قالت عائشة: ما هذا، أزلزال بالمدينة؟ قالوا: لا يا عائش، إنما هي تجارة عبد الرحمن بن عوف قد وصلت، قافلة عبد الرحمن. قالت: ويل لعبد الرحمن، كل هذه تجارته؟ والله لقد أحدث حدثا ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار عنده من المال ما لم يكن عنده في عهد رسول الله. فوصل الخبر لعبد الرحمن، وإذا بعبد الرحمن يجتمع مع تجار المدينة ويفتح المزاد العلني، فيتكلم التاجر الأول: يا عبد الرحمن، أعطيك ربحا مثل تجارتك، أشتريها منك بالضعف. قال: لا، هناك من زاد. الثاني: بالضعفين، بالثلاثة، بالأربعة، بالخمسة، بالستة، حتى وصلت المزاد العلني إلى 7 أضعاف الربح، 7 أضعاف رأس المال. وعبد الرحمن يقول: هناك من زادني. قالوا له: يا عبد الرحمن، ما في المدينة تاجر غيرنا، فمن هو الذي زادك؟ قال: الله الذي جعل بالحسنة 10. يا أهل المدينة، إنما في هذه التجارة هو في سبيل الله، فخذوا. فأخذ فقراء المدينة من التجارة ما تزودوا به عاما. وإذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يشتري ما في المدينة من التمر، بعد ما وزع عليهم البضائع اشترى منهم وحمل التمر إلى العراق. الأصل في التمر يأتي من العراق، وإذا بعبد الرحمن يحمل التجارة الإبل تمرا وتتوجه إلى البصرة. يا عبد الرحمن، أرسل التمر إلى اليمن، أرسله إلى مكان آخر. لا لا لا، العراق. ثم أخذ من تمر العجوة وجعله مقدمة، وقال لأحد أصحابه: ابدأ بهذا قبل أن يصل الركب، فقسمه على الناس وقل: هذا تمر المدينة. وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح ب7 تمرات من تمر المدينة لم يضره سم ولا سام ولا عين. وصل الرجل وانتشر التمر، وأصبح أهل العراق ينتظرون قافلة عبد الرحمن. ووصلت القافلة وبدأ المزاد، فربح عبد الرحمن 10 أضعاف فورا من التمر، وباع التمر في أرض التمر. من يضاعف الله له فهو الذي يسود في أمره وتجارته.